بشلفات سابقة كنا عم نناقش أهمية كفاءات المهارات skills and competencies. هيدي شفناها لما نحكينا عن recruiting، كيف لما نحن ما نوظف شخص أوكي لازم يكون هذا الشخص عنده كفاءات معينة، أوكي لازم يكون عنده مسؤوليات معينة، ولازم يكون عنده درجات معينة للمناصب اللي بدي يخدها. بس نحن اليوم ما رح نوقف عند هذا الحد، أوكي لازم نحافظ على هيدي العناصر. وأنا رسمت هذه الصورة قصاداً بشكل دواليب تشتغل سوا، لأنه إذا أي عنصر ما كان أو كان في خلل أو كان في نقص بيصير في خلل بكل المؤسسة. مش هيك لازم كل هالعناصر تكون عم تشتغل بتناسق وبانسجام. من خلال خطط التعليمية والتنموية الملائمة ممكن أنه نحفظ الانسجام بين كل هالعناصر هذه.